دلوقتي هنبتدي يعني نصور اشكال الطفو او المراحل التمهيديه بالترتيب للطفو مع القواعد الثابته اللي احنا شرحناها. انا هطبق القواعد دي في مستوى ماء عميق، بس حضرتك لما تيجي تطبقها هتطبقها في مستوى ماء ضخم للسلامه والامان. هتطبقها طبعا مع وجود حد يكون متخصص فاهم عنده درايه بمهارات السباحه عشان يقدر يوفر لك عنصر الامان والسلامه. انا هطبقها في الميه، معايا الكابتن محمد بيساعدني. طبعا انا هلف الكاميرا عشان تشوفوه. هنبتدي دلوقتي نطبق، هتشوفوا الشكل على سطح الميه وهو هينزل يوريكم الشكل داخل الميه بيبقى عامل ازاي. فهتشوفوا الاول تاثير مهاره الطفو شكلها خارج الميه، انا شكلي بيكون جسمي عامل ازاي. الله اكبر الله اعظم، شكل بره الميه بيكون عامل ازاي وشكل داخل الميه برده بيكون عامل ازاي. هنزل دلوقتي عشان اطبق الشكل الاول. الشكل الاول زي ما اتفقنا شكل الاخطبوط، لازم اطبق الثلاث قواعد الثابتين، نفس كبير، الفم مقفول، دقني على صدري، وابتدي في وضع الانحناء بشكل بجسمي شكل الاخطبوط. الشكل الثاني هو التقور. برضو انا اسف اني بكرر كلام كتير، بس في يعني تفاصيل مهمه جدا لازم حضرتك تكون مركز فيها. بمجرد انك تغير فيها فانت بتغير في الاداء بشكل عام. تاني نفس القواعد الثابته، النفس، الفم مقفول، دقني على صدري. ونروح للشكل الثاني وهو وضع التقور. الشكل الثالث، معلش انا حابب اضيف يعني معلومه وتفاصيل مهمه جدا. طفو التقور مهاره هامه جدا 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 فوق ما تتخيل، وهقول لكم السبب. مع ان المفروض ما اقولوش دلوقتي وما اسبقش الاحداث، مهاره الطفو او طفو التقور بتستخدم في الخروج من الدوامه. لو حد من حضراتكم سمع في يوم من الايام عن دوامة ممكن تسحب مركب أو تسحب أشخاص عايمين بالقرب منها، فالدوامة بتكون عبارة عن طيار ماء بس بيدور حوالين نفسه، فبيعمل طيار ساحب بيشد أي حاجة حواليه وبيدخله جوه الدوران أو جوه الطيار ده. عشان أنت تقدر تخرج من الطيار ده بمنتهى السهولة بدون مقاومة الطيار، بمجرد سحبك للطيار لازم تستسلم وتوفر عملية الطاقة وتبتدي تشكل بجسمك وضع الكورة أو الطفو والتقور، فبالتالي الطيار بياخدك إلى عمق بسيط جدا وبيبتدي عشان جسمك في شكل دائري بيبتدي يحدفك على أحد الجوانب خارج الطيار. لذلك طفو التقور من المهارات الهامة جدا 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 اللي هي ممكن توصل وتؤدي لنجاتك داخل أي طيار او اي دوامه، تحديدا يعني اي دوامه ساحبه. تمام، دلوقتي هطلع وهعمل قفزه او نطه وهوريكم تاثير ونتيجه وضع التقور قد ايه لما انا بنط وبدخل الميه في وضع مثلا مش صحيح او مش سليم، وبشكل وضع التقور قد ايه جسمي بيعيد التوازن بتاعه تاني وقد ايه بيتصلح، وبحافظ على استقامتي مره تانية على سطح الميه وفي نفس الوقت ثباتي. نطلع نشوف احسن.
الميه هبتدي تشكيل وضع التقوى. هتلاحظوا حضراتكم ان مش بس انا بحافظ على مركز التوازن عندي، لا انا برجع اطفو تاني وبثبت على سطح الميه. زي ما شفتوا أهمية وضع التقور، وده بيدينا يعني مصطلح أو فكرة إني ممكن أقدر أستغل مهارة طفو التقور أو وضع التقور، مش بس إني أصلح بيه مركز التوازن عندي، لا ممكن أستخدمه كأداة من أدوات النجاة أو وسيلة من وسائل النجاة في حالة سقوطي داخل أي وسط مائي مفيد. مجرد إن أنا ما اهتمش القاع فين، السطح فين، الخروج منين، ما اهتمش بكل التفاصيل دي. كل اللي عليا ان انا اهتم احافظ على هدوئي، احافظ على النفس، اقفل فتحه الفم، ارجع مركز التوازن ثابت دقني على صدري، اضم ركبتي الاثنين واحضنها بدراعاتي. فبالتالي هرجع وهطلع تاني للسطح وهثبت، وبكده اقدر ان انا اوفر اي استغاثه او اقدم او استغيث باي شخص بالقرب مني، بعكس ان انا ممكن اقدر اشتت نفسي وابقى عمال ابص وادور يمين شمال وازق وادفع الماء بصوره عشوائيه عشان خاطر اخرج واحاول اساعد نفسي. قد ايه مهارات الطفو دي من اهم مهارات اللي ممكن تتخيلها، زي ما قلت لحضرتك بتتبني عليه مش بس مهارات السباحه، لا ومش بس مهارات السباحه، لا كمان مهارات الانقاذ. هنروح دلوقتي نشوف الشكل الثالث. معلش يا كابتن محمد هات الكاميرا واطلع. هنشوف الشكل الثالث، بس لازم كابتن محمد يبقى فوق عشان خاطر الصوره تبقى كويسه. هنشوف طفو الاستقامه. زي ما قلنا هنطبق تاني القواعد الثلاثه الثابته، نفس، فم مقفول، دقني على صدري. وابتدي استقيم، رجلي الاثنين في حاله استقامه، ايديا الاثنين في وضع السوبرمان او وضع استقامه. نوضح بقى معلومة مهمة جدا بالمناسبة كده، ارجع تاني هنا يا محمد. أنا ليه كل شوية بعيد على معلومة وهي كل شوية خد نفس واملى رئتك بالهواء، خد نفس واملى رئتك بالهواء. احنا قلنا إن الرئة دورها ووظيفتها إن هي بتشكل أو بتمثل دور الطفو. ليه؟ عشان هي بتبقى عاملة زي البالونة جوه الجسم. شوف بقى انت ردة الفعل في حالة ان انا افرغ الهواء من الرئة، الرد فعل بتبقى عاملة ازاي. انا دلوقتي هعمل طفو استقامة وبعديها هطلع بابلز او زفير وهخرج الهواء من الرئة دي، وانت شوف رد الفعل بيكون عامل ازاي. اقفل فتحة الفم، خلي دقنك ملامسة لسنك. طيب
هنروح للشكل الاخير وهو طفو الاستقامة. نفس شكل الطفو اللي انا بعمله انا هضيف عليه ان انا هاخد كفة من الحيطة وهبتدي اكتشف طفو الانزلاق عفوا او هبتدي اكتشف البلايك التزحلق على الماء. برضو قبل ما بطبق ثلاث قواعد ثابتين: نفس، فم مقفول، دقني ملامسة لصدري، راسي، بمعنى ان راسي جوه الماء. مراجعة سريعة على الوضع اللي أنا عليه، أراجع وضعية راسي فين؟ لو راسي رجعت لورا رجلي هتسقط وهيحصل خلل في التوازن، رجلي ورا لو اتفتحت جسمي هيحصل خلل في التوازن، فأي تغيير في الوضعية أو في الأوضاع أو في القواعد الثابتة، أي تغيير ولو بسيط جدا فهو هيسبب خلل في التوازن أو هيسبب إن الجسم يحصل له إمالة أو سقوط من الخلف، إن رجلين تبقى ساقطة واقعة أو اي سبب من اسباب الخلل هيكون راجع في انك غيرت قاعدة من القواعد الثابتة. ده هيكون تدريبك، ده هيكون تدريبك اليوم الاول. نروح